مرحبا، أنا ليبانوس. معلومة اليوم: الأضرار النفسية والسلوكية للألعاب الإلكترونية. صنفت منظمة الصحة العالمية الإدمان على الألعاب الإلكترونية عند الأطفال والشباب كمرض بتظهر شدته بحسب مدة اللعب وعدد مرات الدخول على هالألعاب يومياً وتفضيلها على مسؤولياتهم المنزلية والدراسية. وبتم تشخيص مرض الإدمان بعد سنة على الأقل من استمرار هالنوع من الإدمان وعوارضه. تعرف إنه صار في مراكز للمعالجة ببعض البلدان بالعالم؟ إدمان الألعاب الإلكترونية أضرارها كتيرة، لازم ننتبه منها.